اروح لحضراتكم انفراد لينا احنا هنا في برنامج الابطال، ان احنا مسكنا طبعا انتوا عارفين طوكيو بعثتها هي الاكبر في التاريخ، 134 لاعب ولاعبه مشاركين في طوكيو. يمكن ريو جينيرو اللي كانت قبليها في 2016 كان العدد يمكن اقل من ده، 120 121 انا ما اتذكر. ف 134 لاعب مشارك، احنا مسكنا البعثه وشفنا كام لاعب ولاعبه مشاركين من النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ساهم بايه في هذه البعثه، ومين من الولاد ومشاركين مع المنتخبات المصريه، وهو الاسم الاكبر تيشيرت منتخب مصر ايجيبت او مصر، هو ده هدف الاسمى لاي رياضي او لاي، وده من ضمن طبعا اهداف النادي الاهلي انه بيساهم في بناء اللاعب، بالرغم ان في العاب كتيره واللي هقولها لحضراتكم اللي جايه دلوقتي العاب كتيره ما بتدخلش دخل للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مصر على احتضان لاعبتها عشان في الاخر مصر هي المستفاد. خلينا نبتدي بكره القدم. مثلا كره القدم عندنا محمد الشناوي، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، احمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، دول لاعيبه النادي الاهلي المشاركين مع منتخب مصر لكره اليد في الدوره الأولمبية. دي كرة القدم طبعا. كرة القدم تاني محمد الشناوي، أكرم توفيق معروضين على حضراتكم، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر. هنروح لكرة اليد. كرة اليد عندنا ثلاث لاعبين مشاركين مع منتخب مصر المشارك في أولمبياد طوكيو، وهم محمد عصام الطيار حارس المرمى، إبراهيم المصري، أحمد عادل. دول الثلاث لاعبين في كرة اليد، وهنعرضهم لحضراتكم دلوقتي حالا. دول لاعبة النادي الأهلي المشاركين في منتخب كرة اليد اللي مسافر طبعا بيلعب في طوكيو. وزي ما قلت لحضراتكم احنا عاملين انفراد بنجيب لكم كل اللعيبة وكل اولاد النادي الأهلي المشاركين مع المنتخبات. نروح لألعاب القوة. ألعاب القوة مثلا عندنا إيهاب عبد الرحمن، مصطفى الجمل، محمد مجدي حمزة، الثلاثة مشاركين في ألعاب القوة ممثلين مصر طبعا باختلاف اللعبات. تنس الطاولة عندنا خالد عصر، محمد البيلي، يسرى اشرف حلمي، وهنا جوده الرباعي مشارك، بالاضافه طبعا لخالد عصر عمر عصر اللي هو مشارك، ودينا مشرف طبعا. انا ما حسبتهمش ليه؟ لان هم محترفين، دينا مشرف وعمر عصر لان هم محترفين في الدوري الفرنسي، ولكن هم اولاد النادي الاهلي. انا ما حسبتهمش عشان يبقى ايه فرق ناف، انا بجيب اللي بيلعب معانا دلوقتي. طيب هنروح للتنس الارضي. طبعا نجمتنا ونجمه مصر ميار الشريف، ميار شريف مشاركة طبعا ممثلة في منتخب مصر. السباحة عندنا نجمنا الكبير علي خلف الله. الكاراتيه طبعا نجمتنا وبطلة العالم جيانا فاروق أو الدكتورة جيانا فاروق. عندنا الغطس مها عبد السلام ابنة النادي الأهلي واللي بتدرس دلوقتي في جامعة، ولكن هي ما زالت على قائمة النادي الأهلي وهي ممثلة طبعا عن الغطس في منتخب مصر. ده انفراد الحقيقة، جبنا لكم اسامي اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطوله طوكيو وطالعين من ولاد النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بقى ضيفنا في الفقره الحواريه مصطفى عسل. كان لازم عندنا ضيف على فكره، وفي كاس تاني احنا عندنا مشكله دلوقتي هنحط الكاس التاني فين، بس ما تقلقوش الترابيزه تسع من كوس الف زي ما يقول. هنطلع لفاصل نستقبل فيه مصطفى عسل، عندنا كلام كبير تابعونا ولكن بعد الفاصل.